السلام عليكم اخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم هذه الكيكه الرائعه، غنخليكم تشوفوا المقادير وتشوفوا الطريقه كيفاش غنحضروها. بسم الله على بركه الله، ندوزوا المقادير. بسم الله اخواتاتي على بركه الله، اليوم غندير لكم واحد الكيكه، كيكه رائعه ان شاء الله. اول مره غتحط على اليوتيوب شي حاجه اللي غزاله على طريقتي. هانتوما اخواتي سبعة البيضات، خماره فيها 16 غرام بحال جوج خمارات، نص كاس ديال زيت العود، نص كاس ديال الحامض، كاس ديال السنيده. غنخلي منه شويه باش نرش، غادي نكون غادي ندير عليها التفاح طرونشيات، ثم غتشوفوا الدقيق على حسب الخليط. ها هو السكر فاش نخلط، غندير واحد شويه الملح. هاد الكيكه اخواتاتي جربوها راه غتعجبكم ان شاء الله. هادي راه الكيكه بزيت العود، ولكن راه ما تعطيش ريحه زيت العود، تجي غزاله. كانوا البيضات صغار ديروا خمسه. شويه نخلي ترش بيه التفاح من فوق. هذه الكيكه راه ايطاليه، نتمناكم تجربوها ان شاء الله. تعجب يقولك غندير زيت العود في الكيك، ولكن راه مع الحامض راه تيجي غزال. السنيده بقى فيها دم مطحوش، الدقيق راه غنعطي لكم بالعبار بالكاس، كي ما عنديش الميزان انا غنبسط لكم نعطيكم غير بالكاس. ثم هاد الكاس الاول، الكاس الثاني، وغندير الكيس ديال الخميره دابا 16 غرام بحال جوج خمارات. نخلطها وندهن المول ونكبها فيه ونقي التفاح تو غنوريه لكم. بحال جوج كيسان عوايشق، كانوا الكيسان عامرين ما تزيدو والو. صافي هذا هو القوام اللي بغيت هو. تهيد راه حط الطبام، شويه دارت الخيط صافي. نتلاقاو من هنا المول ونقي التفاح، نتلاقاو ونوريكم. هانتوما خواتي سينا حطيت ثلاثه تفاحات، غنشوف شحال غتهز ليا. انا غنقي جوج ونقطعهم طرونشيات، دابا تا هما نوريو لكم ونتلاقاو ان شاء الله ملي بغي نستف بحال هكا نقيهم ونحطوهم قادوهم طرونشيات، ونتلاقاو ملي نقطعهم نوريكم كيفاش قطعتهم. هانتوما خواتاتي هاد التفاح شتو، ودرت عليه الحامض باش ميكحلش، يعود بنادم يتعطل بحالكم ملي يكونو ستفو الكيكه. ضروري يكون هاد المول باش تجينا مربعات، هاد المول هو اللي تدار فيه هاد الكيكه، راه متوفر في الاسواق.
حنا غنبداو بسم الله هاد الطريقه شتو بحال هكا. هكا التفاح صغير كان كبير كيما عليش كلشي زوين. يكون رقيق بحال هكا او غادي بحال هكا حتى نكملوها كامله ونغبروها بهذوك الجعوشقه ديال السنيد اللي بقاو من الكاس اللي درت في الكيكه. ندخلوها الفران شعل العافيه عليها من التحت نخلي واحد تطلع الكيكه مزيان واحد دوز واحد 25 دقيقه عاد نحلو على الكيك ديالنا ونطلع مزيان هبطوا لتحت تحمر. واضحه لكم الصوره طريف على طريف باش تبقى ما يهبطش لينا ملي تبدا تنفخ. على ضمانتي اخواتاتي جربوا راه ناجحه 100% والمذاق في الشكل وفي كل شيء زوينه. الزيت العود مع الحامض راه شي حاجه اللي غزاله عجربوها على ضمانتي. نشعلوا الفران ندخلوها طيب من يطيب نتلاقاو ان شاء الله. هانتوما خواتاتي الكيكه ديالنا كيفاش جات خرجتها من الفران بعد ما بردات درتها هنا في الطبسيل. شوفوا كيفاش تجي راه تجي غزاله ورائعه نحط عليكم وتشوفوها راه بقى سخونه خصني نوريكم ضروري باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش يجي. هانتوما خواتاتي الشرب بقى سخونه شفتوا شوفوا كيفاش تجي تجي غزاله. نتمنىكم تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا الخبر رطبه غزاله شفنجيه يجي لك التفاح معسل فيها وتجي زوينه. نتمنىكم تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا الخبر. السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وديما الجديد اخواتاتي.